السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات فلو ديفان. حبيبتي اليوم جيتكم بوصفة خفيفة ظريفة لعشاق حلويات الجافة اللي ما تاخدش وقت كبير في تحضيرها بعجينة واحدة. راح نحضر نوعين من الحلوى من أروع ما يكون، فبدون إطالة نمر مباشرة ونشوفوا وصفتنا لنهار اليوم. مرحب بكم مجددا أعزائي. المقادير اللي راح تكون مكتوبة في الفيديو راح نعود نحطها لكم في صندوق الوصف، وهنا نمر مباشرة ونحضر الوصفة نتاعنا تاع نهار اليوم. أنا هنا عندي 250 غرام زبدة طرية، تقدروا ديروا المارغرين، راح نزيد عليها 150 غرام سكر ناعم، حبة بيض بدرجة حرارة المطبخ، هنا عندي برش حبة ليمون، ونص ملعقة صغيرة فانيليا. وراح نزيد زوج مغارف كبار حليب بارد. هنا الحليب راح يخلي الحلوى نتاعنا تجي طريه ويزيد لها في البنه، فهنا راح نخلط مليح المكونات حتى نتحصلوا على قوام كريمي. هنا راح نزيد 150 غرام نشا الذره مايزينا، وراح نزيد 150 غرام كاوكاو محمص ومطحون. انا هنا راح نبقى نخدم بيدي، كما قلت لكم انا نفضل نجمع العجينه بيدي. انا هنا ما راحش ندير رشه الملح لان الزبده اللي عندي مالحه، اذا الا كانت عندكم زبده مالحه ما تضيفوش ديك رشه الملح، ولا ما كانتش مالحه ديروا رشه الملح اللي موالف نديروها في الحلويات نتاعنا. فهنا راح نبقى نضيف الفرينه بالتدريج، وراح نزيد عليها زوج مغارف صغار نتاع خميره الحلويات. فهنا حبيبتي هاي العجينة نتاعي انجمعت لي، وهذا هو القوام نتاعها اطري، ما نكتروش بزاف الفارينة غير ما تبقاش تلصق لنا في اليد، راهي جاهزة. اذا حبيبتي كما شفتوا بعد ما تحصلت على عجينة طرية راني قسمت العجينة نتاعي على اثنين، كل عجينة راه فيها 600 غرام، فهذه راح نخليها كما راهي، وهذه راح نزيد عليها قد زوج مغارف كبار نتاع حبيبات الشوكولا بهذا الحجم، الحجم الصغير. ندخل الشوكولا نتاعي مليح في العجينه. اذا حبيباتي انا هنا راح نبقى نشكل العجينه نتاعي، كما شفتوا حبيباتي الحلوى تاع نهار اليوم جد بسيطه، ما نحتاجو فيها لا قوالب ولا حتى قطاعات نتاع الصابلي، غير بيدينا ونشكلوها. فانا هنا راح نكمل كاع كميه العجينه اللي عندي ونرجع لكم.
اذا حبيباتي هنا بعد ما كملت الحلوه نتاعي هذه اللي درتها بالشوكولا وهذه اللي خليتها غير بذوق الكاوكاو، انا هنا راح ندخلها في الفرن اللي كنت سخنته من قبل على 180 درجه وراح نخليه ما بين 10 حتى 12 دقيقه. اذا اعزائي هنا كما شفتوا بعد ما طابت لي الحلوه وتحمرت لي مليح خليتها تبرد، وهنا راح نزين امامكم الحلوه الاولى اللي ما ضفنا لهاش الشوكولا. فهنا عندي مربى المشمش وهنا عندي كاوكاو محمص مليح ومطحون. هنا الكونفيتير اللي عندي راح نخففه بشويه مازهر، المازهر راح يعطي الحلوه نتاعنا ذوق رائع. فهذا هو القوام اللي نحتاجه، وهنا راح نبقى نغطس مليح الحلوى نتاعي في هذا المربى. ونرمد في الكاوكاو. كما شفتوا حلوة خفيفة ظريفة ما فيهاش مكونات بزاف، حتى كمية الكاوكاو ما راحش تاكلكم بزاف. وبعجينة واحدة حضرنا 60 حبة نتاع سيجار، 30 حبة بهذا النوع و 30 حبة بالنوع نتاع الشوكولا. فهنا حبيباتي انا راح نكمل الكميه اللي عندي تاع هذا النوع ونرجع ونشوفوا تزيين الحلوى نتاعنا اللي بالشوكولا. اذا حبيباتي هنا بعد ما كملت الكميه الاولى اللي كانت عندي، هنا راح نزين النوع الثاني اللي كنا زدنا فيه الشوكولا. هنا عندي 200 غرام نتاع شوكولا مزيج بين شوكولا سوداء والشوكولاتة بالحليب. كما دايما هنايا راني مزيدة شوكولاتة بالسوداء كتر ما شوكولاتة بالحليب، عندي 150 غرام شوكولاتة سوداء زدت لها 50 غرام شوكولاتة بالحليب، وكي دابت لي زدت عليها زوج بغارف كبار نتاع زيت. فانا حبيباتي انا راح نقلاصي الحلوة اللي عندي ونزيد نزينها بطريقتي ونرجع ونشوفوا حلوتنا تاع نهار اليوم في شكلها النهائي. حبيباتي هاي الحلوى نتاعي بعد ما كملت التزيين نتاعها، هنا تاع الشوكولا زدت زينتها بالجوز الهند وبهذا الورد. كما دائما نقول لكم طريقه التزيين تبقى حسب الذوق واللي متوفر عندكم. وهنايا هذه تاع الكاوكاو زينتها بهذا السوريس كونفيت كما شفتوا بعجينه وحده، قدرنا نحضروا 60 حبه نتاع حلوى. انا هنا قسمتها بين زوج، 30 درتها بالشوكولا و30 درتها بالكاوكاو. فان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم كانت خفيفه ظريفه عليكم وتنال اعجابكم. فدمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.